السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. هذا وبعد شكر الله سبحانه، فالشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. أهلا بحضرتك. معلش يا شيخ، أنا آسف، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك يا شيخ، أنا زوجي عايز ياخد سلفة من الشغل بتاعه. بالربا يعني؟ بالربا؟ هي السلفة عليها 2.5 مصاريف إدارية، هل ده ربا؟ إذا نصوا على أنها مصاريف إدارية فلا بأس. هما قالوا 2.5% مصاريف إدارية، لكن في حالة لو هو ساب الشغل بتاعه بيبقى المصاريف الإدارية بتوصل ل10% لو ما كانش يسدد المصاريف. إذا كانت مصاريف إدارية فلا بأس. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما سؤالك يا أخي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا أبو عبد الله، شكرا حسين، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. شيخنا يحدثك عبد الرحمن بن إدريس. نعم. يحدثك عبد الرحمن بن إدريس. يا مرحبا يا عبد الرحمن، أهلا وسهلا. الله يحفظك. شيخنا عندي أكثر من سؤال إذا سمحت لي. تفضل. السؤال الأول بالنسبة إلى الجماعات في المسجد الأقصى. هناك تقام أكثر من جماعة رسمية في الوقت ذاته، يعني تقول الأوقاف أن هذه الجماعات إن تركت في مكان دون مكان فسوف يطمع العدو في ذلك المكان، فتقام جماعة في المصلى القبلي وجماعة أخرى في قبة الصخرة. يعني عفوا، ما الحام لهم على ما يصنعون؟ نعم. ما الحامل لهم على ما يصنعون؟ الحامل لهم يقولون إذا تركنا مصلى دون آخر فسوف يطمع العدو به. أنتم أعلم، الذي أعلمه أن المسلمين يجتمعون على إمام واحد إلا إذا كانت هناك علة، فأنتم أدرى بهذه العلة مني. بارك الله فيك. سؤالي شيخنا، نعم، هل لي أن أختار في أي الجماعات أصلي أم أصلي في المكان الذي تصلى فيه الجمعة والأعياد؟
لا هذا الأفضل، الأفضل أن تختار الجماعة الأكبر. بارك الله فيكم. وإياك شيخنا. وسؤال آخر بالنسبة للصلاة على الشهيد الذي قتله العدو صلاة الغائب، والصلاة على الشهيد الذي قتله العدو واحتجز جثمانه. أنت تعرف أن جمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه. جمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم. وسؤال آخر شيخنا بعد إذنك. شخص صلى صلاة وبعد انقضائها بأيام اكتشف أنه صلى لغير القبلة. لا تعاد الصلاة. لا تعاد. طيب بالنسبة لمصليات الكليات في الجامعة، هل تعد مساجدا إذ أن بعض الشباب أراهم يجمعون في المطر وكذا والصلاة وتحية المسجد؟ هذا مكان في الجامعة اتخذ مسجدا أم لا؟ لا، في كل كلية مصلى نعم يتخذ مسجد، يأخذ حكم المسجد. نعم. وسؤال آخر بشأن هذا السؤال، يعني كثير ما نسأله وهو السرقة من اليهود شيخنا، من أعيانهم أو من الحكومة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرق من اليهود، وكانوا في المدينة، لم يكن يسرق في المدينة من اليهود. بارك الله فيك، شكرا. مرحبا يا أخ أحمد أيمن، بارك الله فيك يا دكتور أحمد، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، بس كنت عايز أستفسر. أنا دلوقتي شغال وردية مسائية، تمام؟ فمش بلحق أصلي الصلوات في الجماعة، مع إني بظبط المنبه وبس نومي تقيل، مش بعرف أصحى خالص يعني. في الأيام العادية بصلي كل صلاة في وقتها في المسجد، ومش بسيب حاجة خالص. بس في الوردية المسائية مش بعرف أقوم من النوم، يعني بظبط المنبه وأحط التليفون جنبي، مش بعرف أقوم. تعني أن بسمع الصلوات بعد المغرب، وبصلي العشاء والفجر في جماعة. يعني تصلي الظهر والعصر والمغرب مع بعضهم؟ للأسف يا شيخ والله مش بقدر أعمل غير كده والله. الله يغفر لنا ولكم. عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الذي تفعله خطر. نعم، إن فرت عليك يوم أو يومين مر عليك تتحمل، لكن زكاة عادة لابد أن تضبط أمورك، اجتهد في ضبط أمورك. طب سؤال تاني صغير بس، معلش. ماشي. هل عدم التوفيق مثلا في العبادة يدل على عدم رضا الله عني، أو ديت مثلا بتبقى ابتلاء؟ يعني مثلا في وقت مثلا بقوم أصلي الفجر عادي وكل حاجة الأيام العادية، وفي وقت تاني مثلا ما أقومش، مع إن في المعظم بصلي الحمد لله، فهل ده ابتلاء من ربنا يدل على عدم رضا ربنا عني ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالحرمان من الطاعة قد يكون بذنوب سلفت، لقول الله تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم قبلها، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول إذا فاتته صلاة الليل أن إن شاء الله أستطيع أستدرك قيام الليل، لكن أخشى أن يكون الله عز وجل سخط علي فحرمني القيام. ومن الدليل على ذلك أيضا، الدليل على أن الحرمان من الطاعة قد يكون بسبب ذنوب، قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فنعوذ بالله من المعاصي، معاصي قد تتسبب في الحرمان من الطاعات.
سلمنا الله إياكم. جزاك الله خير. إياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ مصطفى. تفضل. هناك أحد الدكاترة في الجامعة لا يسمح بتسجيل المحاضرات ويقول أنه غير مسامح لمن سجل. هل إذا أخذت هذه المحاضرات عن طريق بعض الإخوة من الجروبات وسبعت إليه هل علي إثم هنا؟ ما الحامل له على هذا القول؟ هل قانون الجامعة يساعده على هذا أم أنه يخالف قانون الجامعة؟ لا، الأمر مسروق إليه. هو يقول أنه لا أريد أن يسجل أحد من الحضور. أنا يا أخي اسمع الكلام بس، أنا أسألك سؤالا، هل قانون الجامعة العام يخول للطلبة أن يسجلوا الدروس أم لا؟ اسأل عن قانون الجامعة في هذا، فإن كان يسمح فهو طلب ما ليس له، والعلم يبث وينشر، وإن كان يساعده فاسمعوا له وأطيعوا. بارك الله فيكم. مرحبا شيخ محمود العزبي، بارك الله فيك وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخبار قريب، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أشهد أن لا إله إلا الله، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له. زمزم لما شرب له كل طرقه ضعيفة. ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد بركتها، قال عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم، زيادة شفاء سقم لا تثبت، زيادة شفاء سقم لا تثبت. سؤال آخر شيخنا. تفضل. إذا اقترض أحد من شخص مال بالدولار. اقترضت دولار تسلمه دولار. نعم، ولكن معلش الاشكاليه اتفق انه يسلمه دولار، وان لم يستطع تسليمه دولار يسلمه بالجنيه، مفيش مشكله. الجنيه ساعه التسليم والتراضي. نعم، ولكن ساعه اعطاء الدين كان سعر الدولار في السوق السوداء زي البنك، لو كان سلم بقى الدين. ما يا حبيبي الاصل سعر السوق السوداء عند البنك يدفع بأنه هو. اسمع يا اخي الكريم. نعم. انت اقترضت دولار يفترض انك تسلمه دولار، لكن نعم. انت تراضيتما عند التسليم على استبدال الدولار بالجنيه عند التسليم عند السداد. نعم. فلكم ذلك. إذا لم يحصل تراضي وحصل اختلاف فالدولار يسلم دولار. نعم. شكرا. طيب سؤال ثالث معلش. نعم. في شخص بيقوم على خدمة شخص كبير في السن، هو يعني ما عندوش أولاد وكده يعني، فهو بيقوم على خدمته لله. نعم. وبعد ويقوم على خدمته ويعطاه الدواء وكل شيء يعني، ولكن هذا الشخص الكبير في السن هو موسر يعني، فهو طوعية منه أعطى هذا الشخص فلوس يعني، رغم أنه التاني ما كانش طالب، هو كان أعطاه فلوس لا مانع. هل جزاء الأحسان؟ ولكن الشخص الكبير دوت يعني بيقول لوسط الناس كلها إن هو لا يعطيه فلوس، وإن هذا الشخص التاني هو الذي يقيم عليه ويصرف عليه وكل شيء، فبالتالي الشخص دوت اكتسب سمعة عند الناس كويسة جدا رغم إن هو يأخذ منه فلوس. بس هو دخل في الأصل إيه اللي يعمله الشخص دوت عشان ما يصيبش السمعة دي غصبا عنه؟ ما يعمل شيء، ما دخل يبتغي مالا، لكن الله أكرمه بالمال. ولكن اتخذ سمعة والله من عند الله. تلك منه رغم انه هو ياخذ منه فلوس. تلك عاج البشرى المؤمن، هو ما تكلم ولا قال انا اخذت ام لم اخذ. لا، هو الحاج الكبير هو اللي بيقول. ايوه، لا ممكن يعرض بالكلام ايضا ولا يفضح نفسه، يقول الرجل ده صاحب فضل علي، كلام عام. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ، نعمل ايه؟ بخير والله الحمد لله. قول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، شخص كان بيصلي منفرد، وبعدين في الركعة الثانية جه شخص وراه، بس هو نوع يعني منفرد لوحده، جه شخص لوراه وبعدين كملوا جميعا، هل ده يصح؟ يصح، ما في مشكلة. والنبي كان يصلي منفردا، فجاء ابن عباس في صلاة الليل وقف خلفه. نعم. معلش سؤال تاني يا شيخ، معلش بعد اذن حضرتك.
بقول لحضرتك انا دلوقتي حطيت حاجه مثلا واتكسرت، ولا حتى عملت حاجه انا اللي غلطانه فيها ويعني باظت، فانا دلوقتي بقول قدر الله ما شاء فعل، بس انا اللي غلطانه في نفس الوقت. هو ده ما تعمله من سوء الفهم؟ مش حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بارك الله انت بخير. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يحفظك يا رب. بص شيخ مصطفى، انا والدي توفي وساب بيت وساب شقة في اسكندرية هنا عندنا، وكتب الشقة باسم أخي وكتب البيت باسم زوجة أبي منعنا للحرمان. فهل هي دلوقتي واحنا رحنا له يعني رحنا لها وطلبنا منها حقنا وهي ما رضتش تدينا حقنا، هل نحتسب الأمر ولا إيه الوضع؟ لماذا كتبه لها؟ هو كتبه لها، هي بتقول هي دفعت معاه في الأرض. طيب. وبعد كده هو بنى البيت، هو دخل بيقوله دخل الحاجات بخمسة وستين ألف، وبعد كده سابوا حاجات. عفوا، هذه قضية تنظر عن قرب، تسمع من قرب من الأطراف كلها. بس بس هي مش عايزة تدينا حاجة خالص. طب ماذا أصنع؟ أنا لا أستطيع أن أفعل شيء. أقول لك كحكم في المسألة يسمع الأطراف. دخلنا حكم لنا بسبعين ألف، يعني هم حسبوا البيت قالوا إن والدك صرف خمسة وستين ألف، فإحنا وصلناهم لخمسة وسبعين لمية ألف، فهي طبعا خدت التم. وبعد كده رجعت. لا أستطيع أن أتكلم في هذا الباب إلا إذا دخلت محكما سمعت الطرفين. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم ينال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، زي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايزة بس أقول لحضرتك على حاجة. أنا عندي ابني يعني نفسيته تعبانة وعنده وسواس وكده هوت، فنفسي حد يساعدني أطلعه عمره. هو عنده 18 سنة، فلوس عمره، هو بيقرا في القران وقريب من ربنا يعني، وبيصلي الوقت بوقته. نفسي يطلع عمره، نفسي حد يساعدني ويطلع عمره. يعني يطلع عمره يعني يجيب فلوس ويطلع عمره يعني ولا ايه؟ مش عارفه يعني، لو حد مثلا يقدر يساعدنا كده. والله كل الناس في موضوع العمره ده، كل الناس تحب تطلع عمره، كل المسلمين الطيبين يحبون ان يطلع عمره. الله يرزق الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم. والله يا شيخ كنت عايز أتكلم في موضوع. أنا كنت في عمرة، تمام؟ ودخلت هناك في العمرة، كنت عايز رؤية شرعية، تمام؟ فخدت منهم ورقة الرؤية الشرعية والكلام ده كله. هو ايه الرؤية الشرعية؟ راعى على مية. الرقية، رقية، ايوه. مثل بيها. مين اللي ادالك الورقة هذه؟ في مكة ذات نفسها. من ذات نفسها؟ مين يعني؟ هو كل اللي في مكة طيبين؟ من هذا الذي اعطاك ورقة الرقية الشرعية؟ المسجد النبوي، في المسجد، في الحرم المكي ذات نفسه. ما هي رقية شرعية في الحرم المكي؟ رقية شرعية يعني. من اعطاك هذه الورقة؟ فهمنا، من اعطاكها؟ في المسجد، في المسجد. ما يفرقون ورقة الرقية الشرعية في المسجد شيخ يعني في المكتب، مكتب الوعظ، دخلت جوه قلت انا عايز رقية شرعية والكلام ده كله، اديني ورقة. طيب بعدين؟ تمام. فانا دلوقتي بسال، ينفع اقرا على قاروره ميه واغتسل بيها مثلا في الصبح والمساء؟ ما عندنا نص بقراءه القران على الماء والاغتسال به صباحا ومساء. ارقي نفسك بالمعوذتين ما قوله الله احد ثلاث مرات. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. يا ربكم بخير دايما يا رب. الحمد لله بخير. الحمد لله دايما. كان في بس اسأل، كنت عاوز اسأل حضرتك فيه استفسار بس. اتفضل. دلوقتي هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأول بس عاوز أعرف صحة الحديث اللي هو العبادة في الهرج كهجرة إليه. في الهرج، أي
يعني ايه صحة الحديث دوت؟ صحيح نعم صحيح. تمام. طيب ايه بقى ازاي اربط بين الحديث وبين مثلا اللي بيقوله؟ يعني انا مثلا هقول لحضرتك وحضرتك تقول لي يعني توجهني الفعل صح ولا غلط. انا مثلا من نهاية سنة وبداية السنة الجديدة بقول مثلا يعني انا بيني وبين نفسي اقول يا رب الوقت دوت الناس كلها بتحتفل فيه وفي ناس كتير يعني بتعصر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت، فانا بقول لا انا ممكن انهي السنة الجديدة بطاعة ربنا اثر ربنا سبحانه وتعالى ودي تبقى قيام ليل. لا عفوا عفوا، ما معنى الهرج؟ العبادة في الهرج في أيام القتل والقتال مش التهريج. أنت فهمت تهريج الناس والهيصة؟ العبادة في الهرج أنا فاهم إن هي فتن، ده اللي أنا فاهمه. أيوه فتن القتل والقتال، اعتزل القتل والقتال، أسلم لدينك. أنا أقصد يعني لو يعني الناس بتلعب كورة وأنت تقوم تصلي ما في مشكلة، لكن لا تكن عادة أيضا. لا 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 مش عادة، أنا أقصد إن ده وقت يعني مثلا الناس في ما في مشكلة، ما في مشكلة، الناس تلعب وأنت قمت قلت لا أنا سأصلي، ما عندنا أي مشكلة. شكرا. بالظبط، ونفسيا انا يعني بيني وبين نفسي ان انا انهيت السنه بطاعه وبدات بطاعه، بس في نيتي ان هي يعني مش حاجه اساسيه في الدين، لا ده هي كقيام ليل. هل ده الرساله ده صح ولا غلط؟ لا ما في مشكله ان شاء الله، الامور قريبه. تمام، ربنا يبارك في حضرتك. وياك محمد هيبه ولك بالمثل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله يحفظكم. الله يرحمك. ممكن صحه الحديث بعد اذنك؟ تفضل. أهل الجنة يشون ومائة صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمة. لا في مقال. في مقال. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أحتاج مراجعته. نعم. أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء سند ضعيف. الآخر له شواهد. نعم ماشي. طيب إذا في الحديث الأخير يروي بلفظين شيخنا الحبيب، إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، وفي رواية جاءت إذا تمنى أحدكم. هما بمعنى واحد، معنى السؤال. نعم نعم، ما أنا قرأتها بلفظين عشان كده سألت قلت بلفظين. اتفضل. لا إيه اللي صحة الحديث الشيخ الأخير؟ عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قد يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء، معناه يشهد لهذا المعنى. نعم. طيب صحة الرواية شيخنا الحبيب في الجمل الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة؟ لا ليست صحيحة. نعم جزاك الله خير جزاك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وعليكم. أنا عندي اعتذار بسيط وتوضيح لحاجة في أقل من دقيقة. تفضل. احنا انا كنت اتصلت من اسبوع كده وسالت حضرتك عن مجال تخرجك وبعدها الاخوه سالوا زيي، فاحنا لاحظنا ان حضرتك يعني الموضوع لا لا مو سهل، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. طيب هو توضيح بسيط، احنا بس والله بنسال مش تدخل في الظروف الاسريه ولا حاجه، بس احنا يعني السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أيوة من الشيخ. نعم. لو سمحت أسألك حبة أسئلة كده. حبة. من هي بنت أخي باباه متوفي يعني. ماشي. وما ينفعوش معهمش جهزوه، هل ينفع إداها زكاة المال؟ هي فقيرة؟ آه. يجوز؟ يجوز؟ نعم. طيب، الطوفان إحنا حوالين الكعبة، إن شاء الله ربنا يمن عليها وأروح العمرة، أطوف السبع طوفات الأول ولا أبدأ العمرة الأول؟ تطوف في سبع طوفات الأول ولا سبع طوفات من العمرة؟ يعني أصلا ما بقول تحت المسجد الحرام سبع طوفات الأول وبعد العمرة. مين اللي قال لك كده؟ من المخرف اللي قال لك كده؟ طيب سؤال كريم بقى يا عم الشيخ، ربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. هل يجوز إن أنا أقول على القرآن ليس كلام الله عز وجل ليس مثله شيء؟ طبعا من آيات أخر. من آيات الأخرى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم. طب واشمعنى ربنا ختمه هو يا أختي يا أختي، احرص على ما ينفعك، احرص على النافع الذي ينفعك في دينك ودنياك. طيب ماشي. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم امرأة تمتنع عن زوجها
وفي الحبوب الشرعية ورفضوا تديله الحبوب الشرعية خالص، ويعني بتقول له براحتي وبمزاجي من كل مزاج كده، ما حكمها وايه حقوقها اذا وقع طلاق؟ لا بمزاجها ومش بمزاجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. طب ما حقوقها إذا وقع طلاق بهذا السبب؟ لا لازم نسمع جيدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤال الله لو سمحت. تفضل. في عندنا حاجة اسمها مزارع الثروة السمكية، دي مزارع احنا بنأجرها من هيئة الثروة السمكية بالإيجار، يعني احنا بنستمتع بيها طول ما احنا ملتزمين بالعقودات والدفع وكده، بس هي في الأصل بتاعة الحكومة مش بتاعت مش ملكنا. تمام. هي هيئة الثروة السمكية من الحكومة. أيوه. وأنتم مستأجرين من الحكومة يعني من هيئة الثروة السمكية، إيه المشكلة؟ تمام. السؤال هنا بقى، عندنا الناس هنا تقول لك مزارع الثروة السمكية ما فيهاش ميراث. ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش ميراث. أي ما أنتم مستأجرينها، كيف تورث يعني أنت مستأجر له؟ يعني مزارع الثروة السمكية، ما إحنا الشيخ مصطفى طول ما إحنا ملتزمين لفترة معانا 100 سنة ما فيش مشكلة. ايوه الان انت الان تسال عن اذا انت مت يعني ولا ابوك مات؟ ابوك مات. اذا والدي مات هل البنات بتتارث في هذه المزرعه ولا لا؟ هنا اقول لك لا، لانها مش بتاعتنا. شوف يا شيخ انا اكلمك، اي انتفاع تركه الوالد الميت يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، اي صوره من صور الانتفاع. فانت حتى اذا والله شيخ مصطفى الله يخليك، معلش. نعم الحته دي ثاني، الجمله دي ثاني، معلش. الحته ماشي، أقول لك أي منفعة تركها الميت تورث للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. يعني مثلا افترض هي قالت أنا لا، أنا سآخذ أنا المزرعة، أنت سترضى؟ لا. لا إذا في انتفاع حاصل. في انتفاع حاصل، حتى لو هي تحت الحكومة بس برضه في انتفاع. في انتفاع حاصل، نعم. لدولة. لأن تأجيرها بثمن رمزي من الحكومة. أيوه صح فعلا بثمن رمزي. أيوه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. انا كنت لسه بكلم حضرتك من شوية بس ما لحقتش اقول لك السؤال التاني. بس ما السؤال؟ السؤال دلوقتي انا اي فعل يعني بعمله بحس ان هو يعني مش خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ده من عمل الشيطان لصدك عن الخير. لما انا بعمله وفي نفس الوقت يعني بقول لنفسي كده، وبعد كده بقول لا ده انا ده يعني اخاف ان انا اكون واقع في الرياء. انت مريض عقليا كده، في خلل عقلي. عندي خلل عقلي؟ ما انا اقول لك كده. اذا كل هتوسوس كل عمل تعمله. عندي خلل عقلي ولا مين؟ ها؟ مين اللي عندي خلل عقلي؟ ممكن يكون انت، ايه المشكله يعني؟ انت كل حاجه تعملها ترجع تقول لا ده انا كنت مرائي. طب والله انا وانا بكلمك دلوقتي امرائي بيقول لي انت بتكلمه عشان تحلل لنفسك يعني كل عرفت انك عرفت مصرح. انك فيك لسعه برضو كده ولا مش عارفش؟ ايه؟ عرفت انك فيك لسعه كده ولا لا؟ طب يعني الحل اعمل ايه يا مولانا؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي دعاء لكن في حديث ضعيف أن أبو بكر الصديق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له شيئا كذلك، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. طيب صح صح كده. الله لا تجعل للشيطان عليك سبيلا يا أخي، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، وبإذن الله كل هذا يذهب عنك مع الدعاء بإذن الله. يعني أنا على فكرة والله كويس خالص، مفيش حاجة ما نعرف، بس العرايس خدوا عنك فكرة الآن. إيه؟ العرايس، أنت مش أنت كنت عايز تتزوج ولا مش لا تريد الزواج؟ لا مين اللي قال لك أنا ما أريدش الزواج؟ ده أنا عاوز أتجوز خالص كمان. ماشي ماشي خلاص، الناس خدوا عنك فكرة، صلح وضعك. ادعي لنا برضه يا مولانا ربنا يرزقنا بزوجة صالحة. الله يرزقك زوجة صالحة طيبة تكون سبب ويكون معاها فلوس. ويكون معاها فلوس؟ يعني صالحة ومعاها فلوس.
يعني انت تريد زوجة قوامة عليك؟ لا طبعا، انا القوامة ليه؟ انت مفلس ازاي؟ ده الرجال قوامون على النساء بامرين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. اذا كانت يلا تنفق هتنازعك القوامة. ما ننفق ان شاء الله، وهي برضه يكون معاها فلوس، يعني يقول زيادة الخير خيرين يا مولانا برضه. ماشي، مش ممكن تتنازل عن الحلاوة؟ مين انا؟ ها؟ يعني ان شاء الله فكر كده. فكر. السلام عليكم. الله المستعان. الله المستعان، اللهم اصلحنا واصلحه يا رب وسلمنا السلامات. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. لو سمحت عندي سؤالين بس. كنت كلمت حضرتك امبارح، انا اللي كنت كلمتك وقلت لك ان انا شغال على برنامج، وكان البرنامج ده تبع لدوله محاربه، انا زي ما حضرتك قلت لي، وقلت لي كلمني على الرقم الشخصي، بس اتصلت مع حضرتك ما ردتش. يعني والله انا قلت لك ارسل رساله، بس رساله قل صاحب الفتوى الخاصه، بس نطلبك باذن الله. خلاص هرن عليك ان شاء الله، وعلى بسبب السؤال ده ان شاء الله. السؤال الثاني بقى بعد اذنك. انا دلوقتي شغال في مجال الدعايه، تمام؟ تمام. ومطلوب مني ان انا اعمل تصميم لشركه بتبيع اجهزه الكترونيه، يعني اجهزه حاليا ما فيش فيها حاجه ان شاء الله، لكن طيب. عايزين يعملوا عروض بمناسبه راس السنه. عايزين يعملوا اعلانات بمناسبه راس السنه الميلاديه دي، يعني ويحطوا فيها مثلا شجره الكريسماس وبومانويل وكده، فهل ده جائز؟ انت مختار، ابتعد عن هذا. نعم معلش. إذا كنت مختارا تملك أمر نفسك ابتعد عن هذا. مش فاهم، أنا كنت مختار. يعني كنت أنت مخير تعمل أو لا تعمل، اترك. حاضر تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. قلت وفيت والدتي واخذت معاشها لاني واخذت معاشها لانها مطلقه، لاني مطلقه بعد 8 سنوات، اعطتني الدوله علاوه كانت مستحقه للوالده وقت خروجها من المعاش، قالوا انها لي فقط لاني انا اقبض المعاش وليس للورثه، هل هذه العلاوه من حقي؟ اختار انها من حق الورثه. المعاش لا باس، لكن العلاوه لجميع الورثه، والله اعلم. السلام عليكم. خلاص بعد شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. حانكم الله شيخنا وحفظكم يا رب. وياكم. سؤال يا شيخنا، بالنسبة لنسخ الويندوز اللي بتنزل على أجهزة الكمبيوتر، إذا كانت من دولة محاربة لا بأس استعملها. شكرا. اختصارا، أنا مش عارف اللي صانع دي دولة محاربة ولا غير محاربة. خلاص، على قدر الحاجة ولا تتاجر فيها. طيب انا لو بستخدمها كمدرس في عمل مذكرات وكده، ما انا بقول لك على قدر، طبعا بتربح من المذكرات دي، هل ده جائز ولا غير جائز؟ اعذرني عن الاجابه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، عندي استفسار يا شيخنا بعد اذن حضرتك. اتفضل. حضرتك انا اعمل في شركه وليس لي اي علاقه بالمشتريات ولا الكلام ده كله. نعم. برشح شركات للشغل معاها، يعني ان احنا نشتري منها، ومليش دعوه لا بفلوس لا بود فلوس ولا بجيب فلوس ولا الكلام ده كله. لكن انت ترشح لشركاتك شركات، تقول اشتروا من شركه زيد، وانت لا تتدخل في الشراء. لا اتدخل في الشراء. ايوه. يعني رحت مره استلم خامات، فالراجل عرض عليا فلوس، فقلت له مقابل ايه دي؟ قال لي مش مقابل اي حاجه، مقابل انك انت رجعتني ان انا اشتغل تاني، لانه ما كانش بيشتغل، رجعتني ان انا اشتغل تاني، فرفضت طبعا، فالح عليا في السؤال فاخذتها. وانت كنت رشحت هذه الشركه عن قناعة أنها شركة طيبة ومنتجها جيد أو ماذا؟ تمام، هي فعلا قيمة ومنتجاتها جيدة وأرخص الأسعار الموجودة في السوق. ولم يكن هناك أي تواطئ مسبق بينك وبين صاحبها؟ أبدا أبدا والله. خلاص خذها.
جزاكم الله خير. بشرط انك لا تكون صاحب قرار في الشراء او المنع او العدم. نعم يا شيخنا. طب بشرط ان لا ألا يكون لك تأثير في اتخاذ القرار. قراري. لا ليس قراري إنه قرار إدارة. شكرا سمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك ويديك الصحة ويعافيك. وإياكم. الله يكرمك. الله يسعدك يا عم الشيخ، في سؤالين كنت عايز أسأل حضرتك عليهم. سل. السؤال الأول، دلوقتي أنا شغال في شركة. طيب. وراكب عربية في الشركة دي. طيب. فبتعامل مني للمدير اللي هو المسؤول اللي انا مسؤول منه، مش بتعامل مع اصحاب الشركة خالص. طيب. فلما بيجي مثلا نعمل نحط بنزين للعربية، ساعات بيتوفر مثلا 10 جنيه بيتوفر 20 جنيه، فبينهم عاملينهم كمصروف للعربية خاص بيها. طيب. والمصروف ده بنرجع نشتري بيه حاجات مثلا للعربية خاص بالعربية برضه، بس هي بدون علم اي حد يعني غير هو المدير بتاعي دوت اللي انا ايه بعرفه كده. طيب تشكر. انا هو مثلا بيقول لي المهم يعني خلي الفلوس اللي توفر خليها معاك اركنها معاك لحد ما نعوز نشتري حاجة للعربية نشتريها ايه من الفلوس دي. ماشي كلام طيب للان. ها السؤال، فهل بقى الفلوس دي فيها حرمانية مثلا ان صاحب المال ما يعرفش بالنسبة ليا او له، ولا ليس فيها حرام المدير يعني مثلا، ولا ما فيهاش حرمانيه؟ ما فيهاش. احنا بنعمل الحاجه ديت خلاص كده، الفلوس كلها في الاخر بتقول على العربيه يعني، ما فيش حد بياخدها خالص، بتخش شخص لاي حد. لا باس بذلك يعني، الحمد لله الامور تمام كده، ما فيش مشكله تمام ان شاء الله. الله بارك الله فيك يا ابراهيم الدموسة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ الحمد لله. بسأل حضرتك، ليا صديق ليا كان عايز يبني بيت، وقال لي أنا مأمنك وأنت ما لقيتش حد غيرك إن أمنه وأنت مكاني. فكنت بشتري الحاجة الحديد والأسمنت والرمل وكل حاجة بتمنها وبما يرضي الله، وبكتب له كل حاجة. فليا حد قريبي بيشتغل في الرمل والزلط، وكان بيديني الرمل والزلط انزله له، وكان بيديني 10 جنيه للمتر، قال لي دي مني ليك انت، فينفع اخدها ولا حرام؟ كلم صاحب الحلال، كلم الرجل الاصلي صاحب البيت. ايوه. انا قلت له بعد كده لما جه حاسبني على اتعابي، لانه اداني اجر على شغلي، وقلت له ان قريبي اداني 10 جنيه على المتر من وعشان ما يبقاش حرام عليا، فقال لي ماشي، بس انا حاسس مش عارف بقى، هل ده انا بيني وبين نفسي كده؟ خلاص قال لك ماشي، دعك من الوسوسه. الحمد لله. ماشي. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا صلاح الدين بن وليد، وجزاك الله خير يا لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله انا بخير، الحمد لله، الحمد لله. احبك حبا لا يعلمه الا الله. الله يبارك فيكم. الله يكرمك يا شيخ، لا تنسى من صالح دعائك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. ادعو لمروان يا شيخ، الله يكرمك. الله يبارك فيك ويسلمك. بعض اخواننا يقول توفي والدي وترك ارض من الاصلاح الزراعي، تقدم بطلب الشراء وتم سداد قيمة الارض واصبحت ملكا له. السؤال، هل يتم توزيعها بين الورثة حسب الشريعة ام حسب استمارة البحث؟ وكيف بقى المفترض ان استمارة البحث، على ما كنا نعلم من قبل ان الدولة كانت تعطي اراضي للمبحوثين، يعني الذين بحثت حالتهم. فاحيانا يكون في رجل وابنه، رجل وابنه، جاءت الحكومة في زمن ابن عبد الناصر وبحثت الحالات، فقالت الرجل وابنه لهما فدانان، فدان للرجل وفدان للابن. بحثت الحالة وقالت فدانان فدان للرجل وفدان للابن. بعد ذلك رزق الرجل بابن آخر، ابنه الأول على ما نفهمه له الفدان الخاص به، والفدان الخاص بالوالد يتقاسمه الابن القديم مع الابن الجديد، لأنها كانت هبات. أما الأخ السائل فيقول إن هناك، يقول
هل يتم توزيعها بين الورثة حسب الشريعة؟ ما كلنا حسب الشريعة، وهذا الذي قلت لك حسب الشريعة أيضا، لأن هذه هبة الحكومة أعطت للأسرة مكونة من رجل وابنه، فدانين، فدان للرجل وفدان للابن. بعد كده إذا مات الأب وكان رزق بأولاد من بعد ذلك أو بأولاد من زوجة تانية، نصيبه وحصته هي التي تقسم. هذا الذي نعرفه مما هو قديم، أما الجديد ما هو بين، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل. كنت عايز استفسر عن أمر كده، بس هشرحه لحضرتك في ربع دقيقة بس. ربع دقيقة وعد. بأمر الله. هو بص حضرتك، أنا من 3 سنين كنت واخد حاجة اسمها مبادرة من البنك، كان عاملها منحة للمصنعين المصريين. تمام. ماشي. المبادرة ديت كانت مثلا ب200,000 جنيه وعليها فايدة 5% متناقصة. ماشي. كل شهر كنت بدفعه أقل من الشهر اللي قبليه. منصوص على أنها فايدة ولا منصوص على أنها رسوم إدارية؟ هما بيتكلموا ان هي ديت منحه من الدوله مش متربح منها البنك، وال5% ديت ان هي رسوم اداريه. فهو معروض عليا، انا خلصت يعني المبادره الاولانيه ديت في ال3 سنين اللي فاتوا، خلاص فاضل لي شهر او شهرين، فانا كنت محتاج لدعم ولسيوله، بحيث ان انا راس مالي قل جدا بسبب الغلا وكده، فمحتاج سيوله ان انا مدي بيها نفسي وارجع اشغل العماله اللي كانت معايا تاني. يعني لما الجو هدي والسيوله معايا قلت، ما بقتش اقدر ادور الشغل زي ما كنت قبل كده بدوره، فاضطريت ان انا اخف الصناعيه والعماله من عندي، لان كل حد زياده موجود معايا بيحتاج مصاريف ليه اكتر. فحضرتك راي حضرتك ايه في او حكم يعني الغي القصه الاولى بقى خلاص، اللي فيها فاتت بما فيها من بلايا. ما الصوره الجديده الان التي تريد ان تتعامل بها؟ انا هاخد تاني مبادره تاني. يعني الدوله الان منزله على حد قولك مبادره تقرض اصحاب المهن بفائده متناقصه 5% كده؟ ايوه بالظبط. وانت تقول اريد ان اخذ هذا، اذا كانت رسوم اداريه جاز، لم تكن رسوم اداريه لا يجوز، حتى لو كانت محدده ايا كان رسوم. اقول لك اذا كانت رسوم يعني اداريه اسالهم العقد فيه منصوص رسوم اداريه ولا فائده تربح؟ نعم الله يسلمك. بس كده يعني. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طب ولا يا شيخ مصطفى، ممكن اسال؟ ممكن. انا مثلا دخلت الصلاه متاخر عن الركعه الرابعه. تمام. دخلت الصلاة متأخرا في الركعة الرابعة. طبعا أقول التشهد نصه ولا آخره؟ سهل، نص وآخره الأمر سهل. يعني نصه أو آخره عادي؟ عادي. شكرا عم الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. طفل ولا شابة ولا امرأة ولا إيه؟ ليه امرأة؟ امرأة عمري 30 سنة. قال الله تعالى ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم. هل يمكننا التواصل مع الشيخ مصطفى عدلي؟ مصطفى موجود معكم على الخط. السلام عليكم. عفوا الشيخ، لدي بعض الأسئلة، هل يمكنني طرحها بسرعة؟ لا أريد أن أطيل عليك. يعني مؤخرا كنا أنت عربية أو أعجمية؟ عربية أو أعجمية؟ أنت عربية أو أعجمية؟ عربية. طيب تعرفي معنى الآية الكريمة؟ تفضلي. شكرا. فكنا نعاني من ظلم الأب، يعني من الصغر. نعم. دخل، وكنا نعاني منذ الصغر يعني من ظلم الأب، يعني البخل وعدم الأساس. يعني انت متصلة تقولي ان ابوك بخيل؟ نعم. لا تتكلمي يعني من اكثر من اولادي. عفوا تكلمي على الهاتف الخاص، لا تطعني في الوالد. لا تطعني في ابيك على الملأ. تكلمي سؤالك على الهاتف الخاص. حفظك الله، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حبيب تفضل. بعد إذنك سؤال يا شيخنا. تفضل. أهل البلد اللي أنا فيها ما فيش إمام وخطيب. نعم. أنا أطلع أخطب. ولكن الكتاب اللي أنا كنت أخطب منه رح يبدأ خير الشيخ محمود المصري. خلاص. والمقدرة إن أنا يعني كتاب تاني تنصحني بيه إن أنا أحضر منه خطب. حضر خطب برياض الصالحين. برياض الصالحين. أيه. لا بأس به في الغالب. وتعال لنا زيارة عندنا كتاب خطب العام نهديك هدية منه إن شاء الله. جزاك الله خير. وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك عم الشيخ عايز أسألك عن حديث من تضعضع لغني. من إيه؟ من تضعضع لغني ذهب ثلث دين. لا أعلم عنه شيئا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم مصطفى؟ الحمد لله. ممكن اسال؟ تفضل. انا بس يعني كنت مسافر يعني من القاهره للجيزه يعني قعدت مثلا الساعه ونص مواصلات يعني مشيت من الساعه 2 رجعت الساعه 4 هل بصلي صلاه العصر ركعتين ولا أربعة؟ من القاهرة للجيزة؟ أي الجيزة؟ أصلي ما سافرت 150 كيلو يعني 150 كيلو من القاهرة للجيزة؟ لا ماشي ماشي. اقصر اقصر الصلاة. لا لك أن تقصر الصلاة 150 كيلو، اقصر الصلاة. صلاة أربع ركعات ولا ركعتين؟ تقصر ركعتين. ركعتين؟ أيوه. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. طيب لله الحمد. ربنا يحفظك ربي يبارك في عمرك. وياك. في زيارتنا لبيت الله الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك وجميع المسلمين زيارة بيته الحرام ولا يحرمنا فضله إن شاء الله. آمين آمين آمين. صلاة الرواتب أو صلاة السنن والنوافل الأفضل إن أنا أصليها في الفندق ولا أصليها في المسجد؟ والحكم اللي حضرتك هتقوله ينسحب على مسجد النبي وعلى البيت الحرام ولا هناك فرق؟ السؤال الثاني لو الزيارة اختلفت يعني زيارة مسجد قباء تناقضت مع فرض من صلاة الله عز وجل في مسجد النبي، هل أقدم الزيارة صلاة قباء ولا أصلي في المسجد أفضل وأجعل قباء للنوافل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي الحرم المكي سواء صليت النافلة في المسجد الحرام أو في بيتك فمكة كلها حرم، مكة كلها حرم، والنبي يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما إذا كنت تجنح إلى الرأي الآخر أن مكة ليست كلها حرم فصليها في المسجد الحرام، صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. لكن الذي أختاره من أقوال العلماء أن مكة كلها حرم وكذا منا وكذا مزدلفة أو نصفها على الأقل. وقد قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ومعنى هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الحرم، الهدي لن يصل إلى الكعبة بحال، لن تسوق حتى تصل به إلى الكعبة. فهذا الذي أختاره. أما المسجد النبوي فأنصحك أن تصلي فيه ما استطعت من الصلوات، لأن المدينة الأجر مضاعف فيها في المسجد النبوي فقط، أما سائر بيوت المدينة فالأجر ليس بمضاعف فيها. ثالثا، إذا تعرضت صلاة فريضة في الحرم المدني مع زيارة مسجد قباء صل الفريضة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في مسجد قباء كغيرها من الصلوات. هو الحديث الذي فيه أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل العمرة لا صح. نعم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. شكرا. وياكم. فتاة مرت بمجموعة من الشباب يصلون جماعة في ممر الجمع والتحقت بهم، هل فعلها صحيح؟
لا مانع إذا كان إذا لم تكن هناك فتنة كانت متقية شيئا ما، لا مانع إذا لم تكن هناك فتنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ، عندي سؤالين أسأل. سل عندي سؤالين أسأل. اسأل. هل أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ احتياطا نجعلها بعد المغرب لأن الخلاف قائم بين العلماء في هذا، والأحوط أن تكون بعد المغرب. طب لأنها صلاة عن الفحشاء والمنكر. ايه؟ فلا صلاة لها. صحيح ولا لا؟ ضعيف. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يثبت. ماشي يا شيخنا، جزاك الله خير. وياك يا بني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورد في حديث ما كان للسيدة عائشة دمي على الحصان بأبيها، فهل هذا من الصور؟ كان ايه؟ للسيدة عائشة أنه كان لها حصان على هيئة دمي على هيئة حصان بأجنحة، فهل هذا من الصور؟ كان هذا، لكن بعد ذلك النبي عليه السلام نهى عن التصوير، قال الملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة. يعني حاليا بعد الحكم دلوقتي أن الصور حرام مطلقا؟ إلا ما دعت إليه الحاجة، صور ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، واستثنى لعب الأطفال أيضا. يعني لعب الأطفال مثلا خطمها استثناء جائزة. الواد يا شيخ سؤال تاني، أنا دراستي أزهر ومعترب بفهم المذهب الأشعري. وإيه؟ معترب بفهم المذهب الأشعري. طيب تمام، ودلوقتي لو جالي سؤال في الامتحان خلاص هتجيب لي. الامتحان ليس إفتاء، يعني الممتحنون لا يستفتونك، الامتحانون يختبرون تحصيلك قد قوة تحصيلك للمادة، أجيبهم في كتابهم. تمام ماشي. السؤال الثالث طلب أخير. ماشي. أنا بحب فضلتك يا شيخ ونفسي أعملك، أجل فضلتك إزاي أو أنا أحبك الله لدى حتنا فيه. من أي البلاد أنت يا بني؟ أنا من مكان اسمه بنها. بنها؟ طيب بنها قريبة منا. أجي طب فين العنوان بقى بالظبط يا شيخ؟ طيب كلمني في الهاتف الخاص، تركب من بنها القطار المتجه للمنصورة، تنزل في سمنود، تنزل في سمنود تسأل عن مين سمنود مسجد أهل السنة، بس توك توك يوصلك إن شاء الله. الميعاد الوقت أي يوم؟ يعني أي يوم، بس ما تجيش يوم الأربعاء لأن الشرطة تأخذك. شكرا شيخ، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ كنا عايزين نسأل عن شخص بيشجع فرنسا وعارف ان فرنسا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. والله كل هذا عبث، كل هذا كل هذا الذي يحدث عبث. تشجع ما تشجع هل هو معذور؟ لا ما تكفروش يا حبيبي، ده كورة، هي كورة مش حب في الله، يعني المهم لا تكفره. نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله خير. وياكم. أنا عندي سؤالين، أول سؤال، أنا شفت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة بيقول لهم إني أمرت أن أتبنى أسدا. أسدا؟ أمرت أن أتبنى أسدا. أن أتبنى أسدا، كان قاعد وسط الصحابة وبيقول كده يعني. طيب وبعدين؟ بس هي دي الرؤية. والسؤال الثاني، من قال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألو؟ ما ليس عندنا في الشرع ما يؤكد لنا أن هذا هو الرسول. تفضل، إيه ثاني؟ دلوقتي لو انا مسؤول من امي واختي يعني، فهل الفلوس اللي بطلعها لهم كل شهر اقسمها من الزكاه ولا ما ينفعش؟ امك لا، اختك نعم اذا كانت فقيرة، لان من الام يلزمك الانفاق عليها، ومن يلزمك الانفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكاه. تمام.
تمام شكرا. طيب اخر حاجه، انا شفت سيدنا ابراهيم عليه السلام، ما انت شفت الرسول قال تبنى اسدا، تشوف سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ تبنى ايه يعني؟ مش لا ما تبناش حاجه، كان قاعد ياكل معانا في على الاكل يعني. وبعدين بس كده. طيب صلوات الله وسلامه على النبي ابراهيم وعلى النبي محمد. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تخرصات يا عبد الرحمن كلها. كتب الرؤى وتفسير الأحلام دي جلها تخرصات. السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معايا؟ معك. لو سمحت عايزة أسأل، لو أنا ابني توفى وعنده 18 سنة. الله يرحمه ورحمة الله وأجرك. اللهم آمين. وعايزة أحجله بس مش ما عنديش محرم. ما انت حجيتي لنفسك؟ اه الحمد لله، زوجي حججني من قيمة 10 سنين. الله يسلمه. فأنا عايزة أحجي لابني بس ما عنديش محرم حاليا، وما أقدرش أتكلف تحج حد كمان معايا. لا بأس إذا كانت في رفقة أمينة. أنا هقدم يعني يا إما قرعة إن شاء الله يا إما سياحة زي ما يعني ربي. إذا كانت هناك رفقة أمينة جاز إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا مولانا، أنا شغال في شركة وفيها أسهم، يعني بنشتري كل شهر سهم ويطلع عليه فايدة في السنة. طيب والسؤال؟ يعني هل يعني الأسهم دي حلال ولا إيه؟ مش عارف. أسهم إيه؟ يعني الشركة بتحدد لنا إحنا نشتري كل بيخصم مننا 50 جنيه كل شهر على أساس إحنا نطلع لنا أرباح آخر السنة من الأسهم. أسهم في نفس شركاتكم؟ ها؟ نفس شركاتكم؟ اه في نفس الشركة. والله يا أخي قصة الأسهم دي أنا يعني ما أستطيع أن أجوزها، بارك الله فيك. يعني أعمل إيه؟ مش عارف أفضل مشترك فيها ولا؟ والله أنا أنصحك بالبعد عنها أفضل. جزاك الله خيرا مولاي. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك شيخ، بقول لك شيخنا السلام عليكم، ربنا يحفظك. اللي عملت عمرة من سنتين ثلاثة كده، وبس كان في أخ طلب علم فادني، أنا كنت من أهل مكة، قال لي أنت تحرم من بيتك، احرمنا من البيت وعملنا العمره، هل يجوز؟ الصح انك تخرج، يعني هذه المساله من اين يهل اهل مكه فيها قولان للعلماء. القول الاول وهو قول الجمهور انك تخرج الى ادنى الحل سواء التنعيم او غيره، يعني تخرج خارج مكه وتهل من خارج مكه. تمام. وهذا لان النبي لما قالت عائشة وكانت حاجة كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأمرها من التنعيم، فهذا القول الأول وتلك حجته. هناك قول آخر يتبناه البخاري رحمه الله أنك تهل من بيتك. ما مستنده؟ سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا قال البخاري بمقتضاه بالإهلال من بيتك. أما الجمهور فحملوه على أنه في الحج ليس في العمره، والله اعلم. طب هو حكم، طب كده كده يعني اخد حكم العمره دي ايه؟ طيب لا ان شاء الله صحيحه. جزاك الله خير يا ربنا. ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ لو سمحت. سل حكم التصوير بالهاتف. حكم التصوير بالهاتف أي. لا بأس بذلك، الأمر فيه سهل شوية. سؤال لو سمحت، معلش بس سامحني على السؤال، ليه لما نتصور مع حضرتك مثلا بترفض؟ هل لها سبب أو وجه آخر يعني؟ والله يا أخي الكريم يعني ما أرى لها كبير فائدة يعني، بس وجهة النظر يعني. الله أنا نحبك يعني فقط والله، لكن جزاك الله خير. أنا أفكر لها وجه آخر أو سبب آخر يعني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك وحفظك، الله يسلمك. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسين الحسوني بارك الله فيك، تفضل. بسم الله مولانا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعالي سأوضعك في مسألتين. سل التكاثر، التكاثر الاصطناعي. ها؟ التكاثر الاصطناعي. التكاثر الاصطناعي يعني. التكاثر الاصطناعي؟ أي نعم. يعني إيه التكاثر الاصطناعي؟ يعني تلقيح اصطناعي ولا إيه؟ ما يفعل ذلك، مثل تأخذ منية ورجل وبرج في المرأة تأخذ الأنابيب يعني ولا إيه؟ سألنا على الخاصة أحسن. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله. لو سمحت شيخ عايز أكلمك في موضوع خاص، بس أنا معيش النمرة اللي ممكن أكلمك عليها. 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-3-8-3 بهذا القدر أجتزي، حمدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم ربي، لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أعينا دامعة خشية لك يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربي كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا كريم. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.